هذه مين؟ كريستينا؟ هذه كريستينا. كريستينا شنو اخبار كريستينا؟ كريستينا جيدة جدا، اكتف على الاخر ما شاء الله، نشيطة جدا، بس تمام. مشكلتها 4-5 ايام مسهولة. مسهولة؟ ايه. شنو طعام؟ الاكل نفس الاكل مالها مال اخواتها، ما في اي مشكلة بالاكل. ما في اي مشكلة؟ ما في اي تغيير، بس هي لحالها ما بعرف. اوكي. عين صدتها. ما عليه، احنا بنخلي العين في صوب وبنشوف الاشياء الثانية. اكيد جاي اللي عندك دكتور، لانك ما شاء الله عليك بهيك امور ما بتقصر. ان شاء الله. هي اسمها كريستينا صح؟ كريستينا. شو رايك اسميها كريستيانو ليناردو؟ كريستيانو كريستيانو، اذا طلع ذكر كريستيانو. هو ذكر. ذكر؟ ذكر ما تدري انه ذكر؟ بسم الله. كريستينا اشتراتي انت ذكر. صرتي كريستيانو. صرتي كريستيانو. كريستيانو حبي. ايه كريستينا اللي اصبح كريستيانو. اي نعم. راح نأجل التطعيم. بنعطيه ان شاء الله شراب بسيط كذي تريح معدته عشان الاسهال. عشان الاسهال. اوكي. اوكي بس كريستيانو الحظ خلص علبت كريستيانو، مع انه انا شايف هيك بس خلص الدكتور اعطاني قطع مبطل، يعني مسكني البولز بايدي، يعني ما في مجال. يبي لا لا متعود، هلا متعود نحكي بصيغه المذكر. خلص خلاص احكي مذكر. اقول ما شاء الله عليه نشط 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 نشط، حتى هو تعبان جدا نشيط ما شاء الله. ايه حتى هو مسؤول جدا نشيط. الله يحفظه. يلا نجيب غيره. نجيب غيره. منو هذا؟ هاي شيتا. هاي المفروض انت ما في مجال. اوكي شيتا. شيتا 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 شيتا. طب يلا بدهم ينامون الحين؟ خايفين كثير، وهلا موعد نومتهم. صحيح صحيح، لان اشوف عيونها نعسانه. ايه عندهم قيلوله. متعودين على نومتي وفيقتي وهيك. تمام حلو. هلا قيلوله بتقول خلاص خلاص. عصبي نيرو. عصبي نيرو. ممكن شو هنا حبيبي؟ ممكن هنا. ايوه ما تدري شو السالفة عشان ما يدري بس شو السالفة. عافية. فكرة تبيعها؟ لا لا. شنو؟ من سامحة ما سمعت. لا طبعا ما ببيع. لا طبعا ليش؟ ما ببيع. انتوا مثل عيالي. مثل عيالي وعز. الله هذا صحيح. اي طبعا. وحين بنطعم كارا. يلا. اوكي كارا اسم ذكر؟ كارا اسم ذكر نعم. كارا معناه مش انثى؟ لا 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 ذكر معناه الاسود بالتركي. اسود بالتركي؟ ايه يقولون كارا؟ يقولون اسود. تمام. انا عارف بالروس يقولون تشورني. لا في اكثر من معنى للاسود بالتركي. اها بس كاسم كارا حلو يطلع اسود. لك كان صغر وكثير كثير اسود والحمد لله فتح لونه وصار ميكس جميل. يعطيك الف عافيه دكتور، شكرا لك ما قصرت. انا موصيك على الجرعه التنشيطيه بعد شهر ان شاء الله. بعد شهر ان شاء الله للجميع.